تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء بقطاع غزة رغم عرقلة الجانب الإسرائيلي دخول الشاحنات. كان معبر رفح قد شهد زيارة وزير الخارجية الدنماركية للمعبر برفقة محافظ شمال سيناء خالد مجاور. المزيد مع باسم أبو العنين من المعبر. تحياتي إليكم من أمام معبر رفح بمدينة رفح، ونتابع لحظة بلحظة آخر التطورات والمستجدات على ساحة المعبر وحركة دخول الشاحنات من مصر إلى الإخوة في قطاع غزة، وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عنا من هنا نحو 3 كيلومترات. وقد رصدنا اليوم عبور 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، عادت منها 10 شاحنات بنفس حمولتها مرة أخرى، فيما أفرغت 10 أخرى شحنتها هناك وعادت فارغة. وبالنسبة للوقود فقد عبرت اليوم 4 شاحنات محملة بالغاز، أفرغت حمولتها وعادت بعد إفراغها لحمولتها. على الصعيد الميداني هنا كان لدينا زيارة بالأمس لمبعوث السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، زار المعبر ووقف على التجهيزات التي توفرها الدولة المصرية للتيسير لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وكان لدينا أيضا منذ قليل زيارة لوزير الخارجية الدنماركي الذي حضر إلى هنا وتفقد الأحوال هنا أيضا في معبر رفح، وسمع وسأل ورأى بعينه التجهيزات التي تقوم بها الدولة المصرية على مستويات الشحنات الغذائية والصحية وتجهيزات الهلال الأحمر وخدمات وزارة الصحة التي تقدم وتمر عبر هذه البوابة إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة. من أمام معبر رفح، باسم أبو العنين، التلفزيون المصري.